أربعة أيام من الغضب العارم، موجة عنف غير مسبوق تجتاح أنحاء فرنسا. مقتل نائل المرزوقي الشاب ذي الأصول الجزائرية يقلب الأوضاع في البلاد رأسا على عقب. النداءات الحكومية الداعية إلى الهدوء وتعهدات السلطة المتكررة بإعادة النظام لم تفلح حتى الآن في احتواء غضب المحتجين، الذي تحول إلى أعمال شغب ونهب وحرق ممتلكات عامة وخاصة، ما أسفر عن مواجهات عنيفة مع الشرطة في العاصمة باريس ومدن أخرى، أصيب على إثرها العشرات من المتظاهرين ورجال الأمن، وتجاوز عدد المعتقلين 1300 شخص. ومع تنفيذ أوامره بتعزيز انتشار قوات الأمن في عموم البلاد وتعبئة ما يصل إلى 45,000 عنصر من أفراد الشرطة والدرك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ما يحدث في بلاده غير مقبول، وتوعد بتعامل حازم مع أي تهديد لمؤسسات الدولة، وهو الموقف نفسه الذي أعلنته رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالقول إن كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام، بما في ذلك فرض حالة الطوارئ. حادثة مقتل نائل على يد الشرطة ليست الأولى من نوعها في فرنسا، ففي العام الماضي قتل 13 شخصاً في ظروف مماثلة، وكذلك 3 أشخاص عام 2020. كما يعد التحقيق في مقتل الشاب البالغ من العمر 17 عاماً هو السادس من نوعه في حوادث مماثلة بين عامي 2022-2023، ما استدعى الأمم المتحدة إلى مطالبة فرنسا بمعالجة جدية لمشاكل العنصرية والتمييز المتجذرة في صفوف قوات الأمن، وهو ما رفضته باريس لاحقاً واعتبرت ألا أساس له من الصحة.